صباح الخير ياللي معانا ولسه مكملين معاكم في فقرات نهار جديد. طبعا احنا كلنا يعني بدأنا هنا برنامج نهار جديد دايما بنقول لكم ارسموا الابتسامة وارسموا الضحكة علشان يبتدي يومكم يبقى حلو، يبتدي يومكم يبقى جميل وكله تفاؤل. لكن عايز اقول لكم كمان ان الضحكة مش مجرد ان انت بترسم اليوم تفاؤل وبس، لكن كمان بيبقى علاج لامراض، وامراض كمان امراض قوية. يعني انا مش بقول كلام وخلاص، لا انا بقول كلام مبني على حقائق علمية وابحاث علمية. عايز اقول لكم بس كده معلومة علمية سريعة، ان يعني ايه الضحكة بتفرق في ان هي ممكن تكون علاج لامراض كتيرة. انت عندك هرمون في المخ اسمه هرمون الاندورفينز. هرمون الاندورفينز ده لما انت بتفرزه من دماغك بيبتدي ان هو يدي رسائل للجسم، لما بيبتدي يدي رسائل للجسم بيقوي جهاز المناعة، وان هو بيعمل ريلاكس كده للجسم وبيهديه وبيقعد فترة طويلة بيدي الجسم كده نوع من انواع الصحة، او بيعمل يعني إعادة تأهيل تاني للجسم ان هو يستعد صحته تاني. عايز اقول لكم ان بره في ابحاث بتوصي في الاخر جميع الاطباء ان هم يعالجوا الامراض بالضحكة، علشان خاطر الضحكة بتفرز هرمون الاندورفينز ده، او بتشجع اكتر على افراز هرمون الاندورفينز. معايا ضيفي هو مش طبيب، يعني مش خريج كلية طب، ولكن هو عمل مبادرة كده صغيرة وراح لمرضى السرطان في 57 وقال ان هو هيعالج الاطفال بالضحكة والابتسامة. معايا الدكتور شعاع، معايا عمر سامي. صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ عامل ايه؟ قول لي، انت مش طبيب بس انتهكت منهج علمي ويعني وبحثي في ان انت نزلت للاطفال ورسمت على وشهم الابتسامة علشان زي ما احنا قلنا نفرز الهرمون الاندورفينز ده، وان هو يبتدي ان هو يعالجهم. اشمعنى جات لك الفكرة دي؟ انت طبعا احنا كنا بنتكلم قبل الهوا ان انت بتشتغل في مكان ليه علاقة بالاطفال، لكن ليه اخترت النوع ده من العلاج وابتدت معاك ازاي؟ انا من زمان بحب الاطفال جدا، حتى في العيلة عندنا بحب ان احنا نتجمع ونقعد نهزر ونضحك مع بعض، حتى مع اصحابي، حتى مع جيراني. انا بعمل حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالضحك والهزار، فحاسس ان خلاص يعني انا موجود في الحياه دي علشان خاطر الهدف ده او الرساله دي يعني. فبدات ان انا اطور من نفسي، ان انا طب ايه الاطفال بيحبوا ايه، فلقيت اول حاجه اللي بيحبوها المهرج. فبدات ان انا اشتغل في مكان كده، عملنا جروب وسميناه عشب جروب، اللي هو جاي من النبته اللي هي الحاجه لسه في البدايه. وبدانا ان احنا نتدرب على الحاجات اللي هي ليها علاقه بالفرحه والضحك والحاجات دي، وتعلمت ازاي اعمل ماجيك بالون وازاي اعمل الحاجات اللي هي تفرح الاطفال. وشويه بشويه كنت في مكان بيتكلم عن فيها حاجات موتيفيشن كده، حاجات اللي هي تخلي الناس تتحرك اكتر. كنت بتكلم عن رياضه انا بلعبها اسمها باركور، هي رياضه فرنسيه كده. برضو رياضه من الحاجات اللي بتفرز الهرمونات اللي بتساعد على ان انت يعني زي يعني هرمونات شبيهه كمان الاندورفينز دي كمان بتساعد انها تعالج اكتر. بالظبط. فبدات ان انا الرياضه دي يعني علمتني حاجات كتيره قوي، وتعلمت حاجات منها كتير. فمنها ان انا كنت بتكلم عن الباركور بقى والكلام ده مع الناس، فكانوا عاملين فقره بعد كده ان انا اتكلم عن مهرج. فقالوا لي طب احنا عايزين نسمي اسم، فسالت اصحابي شغالين في السيرك وكده، انا عايز اسم يبقى اسم كويس يليق على المهرج. فقالوا لي اسماء كتير ما حبيتهاش، لحد ما جيت فكرت انا الفريق بتاعي اسمه فلاش، فلاش يعني برق. فجيت كلمه شعاع قريبه منها يعني، وجاي منها شعاع الامل برضه. فاخترت شخصيه الدكتور شعاع، اخترت شخصيه المهرج شعاع في الاول. فبدات ان انا عملت المهرج شعاع، وفاجئت الناس ان هو ايه ده الشخص اللي كان بيتكلم من شويه. فخلاص بقى سبت معايا مهرج شعاع، وبدات ان انا اروح كذا مكان بالمهرج شعاع. فجت لي فكره ان انا شفت، كنت بتفرج على فيلم باتش ادمز كان عامله روبن ويليامز، فكنت فكرت ان انا بعمل كده يعني، انا حياتي حاسسها كده، حياتي كوميديه، حياتي هزار، حياتي ضحك، فعايز اعمل الفكره دي. فكلمت مستشفى 57 53، وقلت لهم ان انا عايز اقدم الفكره دي في المستشفى. قال لي خلاص مفيش مشكله، احنا اقرب ميعاد بعد شهرين، وعلشان تعمل الكلام ده هيبقى تحت في الثياتر، في المسرح تحت، مش هينفع ان انت تخش الاوض ده عندهم فوق علشان المناعه وكده يعني. فقلت لهم لا، شهرين كتير قوي يعني بعيد. فقلت خلاص. بعد فتره حد من الاداره كلمني قال لي احنا عايزين نعمل الفكره دي في المستشفى. نزلت اشتريت بالطو واشتريت سماعه على نفس الفكره بتاع المنهج بتاع باتش ادمز، ودخلت على اول طفل، كان طفل اسمه يوسف فاكره لانه كان عمل علامه معايا. فيوسف كان بيعيط جدا وانا تعبان، انا عايز امشي، انا مش عايز اقعد هنا، وكان طبعا يعني مأثر فيا جدا.
فدخلت قعدت اهزر معاه، وكان معايا كاميرا كده وصورت فيديو وعملت فيديو صغير كده على الاحداث اللي حصلت. دخلت هزرت معاه، عملت له ماجيك تريكس، شويه العاب سحريه. فرقت معايا، فرقت معاه جدا جدا يعني. انا يعني دي المره الاولى كان لقيته بيعيط، فعملت له الحاجات دي، فرح، عملت له بالون واديتها له، انبسط جدا وبدا ان هو يستجيب معايا يعني. لان الموضوع بيبقى صعب جدا ان هو يضحك حتى ولا يهزر، لقيته ضحك وهزر معايا. للاسف عندنا هنا سوء التعامل مع الموضوع المرضى تحديدا الاطفال يعني. لو مثلا طفل مريض سرطان بتروح المستشفى بتلاقي ان بيتم التعامل معاه على اساس ان هو حقن ادويه وياخدها وهو كده هيتعالج، والطفل يقعد يعيط مع ان انت لو خدته في حضنك مثلا او طبطبت عليه وضحكت في وشه هتلاقي الطفل ضحك، وحتى لو هو بياخد الحقنه يعني عارف اللي هو شكله بيتغير ومشاعره بتتغير بيبقى مختلف. يعني احنا برضو عايزين نوجه رساله لكل الممرضات وكل الاطباء، ابتسم في وش المريض، لان فعلا الابتسامه دي مش مجرد حاجه احنا بنقولها لك كده يعني في الفضاء، لا بالعكس الابتسامه دي ممكن فعلا انت تعالج بيها المريض اللي قدامك. مش لازم التكشيره وتتعامل مع المريض على اساس ان هو روجيتا وبتديله العلاج وبتجري وبيمشي، لا هو ده مش دورك على فكره، دورك انك تبتسم في وشه لان ده اساس العلاج. بالظبط كده، وده اللي انت عملته مع انك انت مش طبيب. فده اللي بالنسبه لي يعني حاجه مشرفه على فكره، ان احنا برضو عندنا شباب ان هم بيفكروا بشكل مبتكر وبشكل جديد، دي حاجه مشرفه. طب بعد يوسف بقى، بعد يوسف بدات ان انا يعني اخش على كذا اوضه، والموضوع لقيته هم حتى فرحانين جدا، لا احنا عايزين نكمل ان انت تيجي على طول بشكل مستمر. فانا في الوقت الفاضي فيه بقوم رايح مستشفى 57 واخش على الاطفال افرحهم، لحد ما خلاص ده دكتور شعيع بدل ما يديهم حقنه ده بيديهم بالونه. فدي حاجه كويسه جدا، هتلاقيهم حابينك انت اكتر جدا الحمد لله يعني. حتى انا طريقتي في الهزار معاهم، لان انا المكان اللي انا شغال فيه كان بيدونا كورسات ازاي تتعامل مع الاطفال من سن صفر، من اول ما تولدوا لحد سن 14 سنه، تمام. فالحمد لله اتعلمت ان انا ازاي اتعامل مع الطفل، اكلمه ازاي، اوصل ليه ازاي، ادخل جوه عقله ازاي. دي حاجه المفروض مش انا بس، انت كمان قويت نفسك فيها، مش مجرد ان انت عملت حاجه كده. فالمفروض الناس كلها اي مكان فيه معامله اطفال لازم ياخدوا كورس ازاي يتعاملوا مع الاطفال، ازاي يوصلوا ليهم، مش بيشتغل كده وخلاص يعني. عشان يقدروا يوصلوا لهم، يقدروا يضحكوهم. ما فكرتش انك توسع المبادره دي يعني انت وزمايلك مثلا، يبقى ما فيش دكتور شعاع واحد، يبقى في اكتر من دكتور شعاع، ونبتدي نوسع الموضوع ونبتدي نروح المستشفيات كتير؟ ده حقيقي حصل. وكان في حد اسمه اشرف المحروي، ده شاب كده يعني لقيته بعت لي على الفيسبوك بيقول لي برافو عليك اللي انت عملته ده، يعني حاجه كانت كويسه جدا. وهو شفت له صور مع باتش ادمز في الاكوادور، سافر هناك مخصوص عشان يشوفه ويتعلم منه هو بيعمل ايه. فانا نفسي اروح هناك، بس قال لي طبعا التكلفه غاليه جدا، فقلت ما فيش مشكله بقى، عايز اطور من نفسي شويه هنا بس. كلمته تعالى نعمل حاجه شباب، وسعتوها، نوسع الموضوع، ننزل في اي مكان حتى لو شارع المعز، يعني نعمل حاجه كده نفرح بيها الناس. فقال لي ان شاء الله وهنعمل حاجه زي كده. بس انا جات لي فكره سميتها دريم، الحلم. وقررت ان انا انزل من البيت لحد مستشفى 57 وانا لابس محرك شعاع. الله. وطبعا في البيت لا مش هينفع، وحلفوا عليا ان انت مش هتلبس الكلام ده من البيت لحد ما تنزل، مفيش الكلام ده. انا شايفه لك كمان صور، ما اعرفش احنا هنلحق يعني، ما اعتقدش احنا ممكن نلحق ان احنا نذاعها، ان انت لابس سبايدر مان ولابس سوبر مان. يعني كمان حاولت انك تقرب من الاطفال بالشخصيات اللي هم بيحبوها، باي حاجه تقربني للاطفال، لان انا بعشقهم جدا وحياتي كلها تقريبا للاطفال يعني. يعني ربنا يكرمك. حتى احنا كنا لسه بنتكلم النهارده في موضوعنا عن ان الابتسامه والكلمه الحلوه صدقه، فانت طبعا ربنا يعني ربنا يكرمك ونشوف بقى اكتر واكتر. وانا عايز اقول لك ان انا كمان عايز اشارك معاكم في المبادره دي، ان انا فعلا بحب جدا التعامل مع أكيد الاطفال. أكيد يعني بنشكرك عمرو سامي دكتور شعاع اللي كان مشرفنا النهارده في فقرات نهار جديد. وزي ما احنا قلنا الضحكه كده، اضحك علشان خاطر تبقى بصحة أحسن وبصحة كده تحس إن أنت كده فريش يعني. نشوفكم تاني بكرة، معاكم داليا أشرف، وبكرة هيبقى معانا تاني زمايلنا بقى أسماء مصطفى وخالد عليش، ونهاركم جديد.